بما انه ما فينا ندعوكم لعنا، نحن جايين لعندكم. Welcome everybody. بنرحب بالجميع في جولتنا الافتراضية في مستودع عمل. مرحبا بالجميع، انا اسمي جيفري وانا رح كون مرشدكم اليوم. نحن اليوم بمستودع امازون يلي نحن بنسميه اف سي. بيتراوح حجم المستودعات بمنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا بين ال 2000 وال 40 الف متر مربع، يعني اذا بدك تقارن بيساوي حجم 6 ملاعب كره قدم. كل مستودع له اسم خاص، بنسمي كل مستودع على اسم المطار الدولي الاقرب له. مثلا بمصر عندنا كاي 6 يلي تسمى على اسم المطار الدولي بالقاهره. بالامارات العربيه المتحده عندنا دي اكس بي 3 نسبه للمطار الدولي بدبي، وبالمملكه العربيه السعوديه عندنا ار يو اتش 3 نسبه للمطار الدولي بالرياض. هيدا فالنتاين يلي عم بحضر واحد من صناديقنا الشهيره اللي بتشوفوها دائما على ابواب عملائنا. شكرا فالنتاين. هيدا الصندوق شايف رحله طويله تيوصل لهون. خلينا نروح نشوف من وين بلشت هيدي الرحله. لهيك رح نبلش مع داليا بمنطقه الاستلام، او مثل ما نحن بنسميها الريسيف. هون بتبدا العمليه كلها، هي بالحقيقه مزيج من العاملين، التكنولوجيا، وانظمه الكمبيوتر عاليه التقنيه. أكثر من نص المنتجات اللي بتنباع على موقع أمازون بتكون من الشركات الصغيرة متوسطة الحجم، وتمكنت من هذا الإشي باستخدام تشحن من أمازون. هذا هو المكان المنتجات فيه بيجي فيه. أول شيء رح نختارها، نعبئها، نشحنها، وطبعاً نهتم بخدمات ما بعد البيع. المزيد والمزيد من الشركات عم يختاروا هذا الخيار كل سنة. بهذا الوقت حتيجي المنتجات عن طريق الحزام المتحرك، واحد من موظفينا حياخذ المنتج وينسخ الرمز اللي على المنتج. بعد هيك هذا المنتج رح ينحط بعلبه خاصه فيه، وهاي العلبه رح تنقل لمكان التخزين الخاص فينا اللي اسمه ستوك. هلا بما انه استلمنا المنتج، فالمنتج صار جاهز للتخزين. اول شيء رح ننسخ الرمز الموجود على المنتج ونتاكد من جودته ونظافته. بعد هيك رح نحطه على الرف ورح ننسخ الرمز اللي موجود لموقع هذا الرف. باستخدام هذا النظام نقدر نعرف مكان المنتج باي وقت يطلب، وهذا حيساعدنا انه نلاقيه على طول لما نروح على المرحله الثانيه اللي هي التحميل او البيك. هلا حترككم مع زميلتي كارن عشان تحكي لكم عن هاي المرحله. As soon as we get the customer's order, we directly go for and look for the items on the shelves and hand them to the packers. Every item was tagged already to a specific shelf during the store process, so now it becomes very simple to locate the item that customer ordered. In the background, the system generates the pick in a way to minimize the walking distance between each order. وهون بنكون وصلنا لمرحلة التعبئة. بهاي المرحلة توصل الطلبيات على هيئتين، يا إما على شكل حزمة واحدة أو حزمتين. وهون مثل ما إحنا شايفين معنا كريستين عم بتقوم بتعبئة كل طلبية في صندوق واحد. بهاي المرحلة بتكون كل المنتجات وكل الصناديق والأظرف اللي بيحتاجها العامل متوفرة في هذه المحطة، وكمان بيكون سهل كتير إنهم يوصلوا لإلها. وهلا الشيء اللي بتعمله كريستين هون هي انها بتنسخ الرقم التعريفي لكل منتج، والجهاز رح يعرض لها او رح يرشدها للصندوق المناسب اللي لازم تحط فيه هذا المنتج. من بعديها تضع المنتج على الحزام الناقل وبننتقل لمرحله الاسلام. وهلا بعد ما انتهينا من مرحله التعبئه وحطينا المنتجات والطلبيات على الحزام الناقل، رح نوصل لمرحلة اسمها إسلام. إسلام هو مصطلح إنجليزي بيختصر أربعة كلمات، وهي سكان، ليبل، أبلاي، أند مانيفست. بهاي المرحلة بتم فحص كل الطلبيات عن طريق الرمز الكودي اللي حطيناه في مرحلة التعبئة.
بمجرد مسح هذا الرمز الكودي بيتم التعرف على كل المنتجات في هذه الطلبية، وأيضاً بيتم التعرف على العنوان البريدي اللي سوف يشحن إليه هذا المنتج أو هذه الطلبية. بعد ما خلصنا من مرحلة الإسلام رح يتم شحن المنتج. This is our final stop. This is shipping, where all of our parcels end up. This is where the parcels are sorted and then sent onto trucks by pallets and carts. As you can see behind me, we have some chutes. This is where our parcels are sorted and sent down the lines. Each one of these conveyor belts is linked to a different distribution center. The associates behind me scan the parcel and send them off onto the correct pallet or cart. The parcels are then scanned into the truck that heads to the appropriate location. Our trucks come from loading throughout the day. They are giving a specific time slot when to come to the fulfillment center and load up the parcels. Once the trucks are loaded, they close up the truck and send the parcels on its way. This was the last stop of our tour. Thank you so much for coming around with us today. We hope you keep safe and we look forward to welcoming you in person soon. شكرا، شرفتونا بجولتنا اليوم. نتمنى نكون فدناكم. مع السلامه.